بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربي تقبل منا أعمالنا ونوايانا وإشاراتنا وإراداتنا آمين يا عظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. أرى الإسلام هكذا يبنى على التوحيد، لا إله إلا الله، الآلهة كلها مسحوتة، ما يبقى كان إله واحد وهو الحق، الرب الحق والخالق الحق والسيد الحق والآمر الحق والناهي الحق. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إذا كان مش تحكم غير ربي فشك في إسلامك وما عندكش إسلام، لأنه اللي ما يوحدش ما ينجمش يكون مسلم. مش اسم أمرك اللي الشرق والغرب، الآلهة البولانية، للعاهرة الفلانية، للمال الفلاني، للراية الفلانية. ولا تجهلوا راياتكم عمية، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما دامك ما عندك إسلام حقيقي فرايتك مهما بلغ عرضها وطولها وعددها وبهرجها عمية، يعني لا أصل لها عند المولى الذي يعلم كل شيء. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. إني أي محمد عليه السلام أخذ من عند الله هذه الرخصة بإعلامنا وإعلام الكفار خاصة والمشركين والملحدين. إني لكم منه، من الله، نذير مبين. جسوي I am a warning. مبين من explicit، لا يحتمل الشك. محمد عليه السلام بشير ونذير وسير المنير. نذير جت الوسط، بشير أين أنتم منها البشرى دي، وأين منكم من نور سراجه المبين. إذن ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. والسلام على الطيبين والطيبات أجمعين.